صباح الخير عن جديد، وصلنا لجولة الصحافة مع ولاء. صباح الخير. صباح الخير ولاء، يسعد لي صباحك أيهم. صباح الخير روان، اليوم رجعنا لقواعدنا السليمة. امبارح خلى نور تقول لي صباح الخير، بس معي ما بعرف شو بس كانت لا ولما حكيت عن الصحافة طلعت مسيطرة. هلا كان عم سيطرة، نكفي موضوع السيطرة بعد جولة الصحافة. يسعد صباحكم مشاهدينا بجولة جديدة، والبداية من موقع تلفزيون سوريا. كتب عمر حاج حسين: في عالم الاقتصاد تتحول بعض المناطق التي تسمى بؤر توتر وصراع إلى سوق يستهدفه التجار والشركات التي تشحن بضاعتها المستعملة أو المنتهية الصلاحية مجانا إليها. وفي جولة سريعة في أحياء وأسواق مدينة إدلب شمال غربي سوريا، تظهر بوضوح بأنها أصبحت مصبا لتلك الصناعات، وتحت عنوان بضائع أوروبية مستعملة ستمر أعين المتسوقين على محال ومتاجر فواحدة لبيع السيارات المستعملة والملابس المستعملة والإطارات المستعملة والمفروشات والأدوات المنزلية المستعملة وحتى عبوات المياه المستعملة. وعلى العموم باتت الأسواق في إدلب من شمالها إلى جنوبها مكتظة بالمستعمل، ويؤكد عدد من العاملين في هذا المجال أن انتشار البضائع الأوروبية في أسواق محافظة إدلب بدأ مؤخرا بالاتساع لتشكل الماركات التي تحمل علامة تجارية مصدرا للراغبين في التسوق واقتناء مثل تلك الأجهزة أو حتى الأدوات المنزلية. فعلا هذا الشيء كتير واضح بالسيارات حاليا، ويعني امبارح كنا أخذين شخص بيشتغل بهذا المجال فعم يحكي أنه مثلا رانج روفر أنه ب 2000 أو ب 3000 دولار، ففي تنوع كثير صار بالسيارات في رخص. تم ايهم بموضوع يعني هلا هذا جانب، يمكن هذا جانب أكيد. جيد، بس في جانب سيء اخر هو موضوع انه صارت يعني مثل منطقه لزت المستعمل. هلا المنيح بالموضوع انه في كثير ناس مستفاده من المستعمل، يعني الناس اللي تهجروا وتركوا كل شيء، اليوم السيدات مثلا بادلب المهجرات تحديدا وحتى نساء المدينه بحاجه لمكنسه كهربائيه، لغاز، بحاجه لغساله على الاقل، بما انه توفرت الكهرباء من فتره وصارت مستقره نوعا ما، فرجعوا بالبيوت عم يستخدموا هي الادوات. فانه تنشرها من ماركات من دول محدده نحن كسوريين نعترف بانه هي افضل، عم يكونوا بالشمال عم يفضلوها هي الماركات ولا مستعمله على الصيني او التركي او المنتج الوطني بين قوسين، فمنيحه. وفكرة تانية تبع الملابس، من زمان كتير أيضا الملابس الأوروبية أو اللي جاية من أوروبا حتى لو كانت استخدام ثاني أو اللي بنسميه البالغ إلى راغبينا وإلى الناس اللي هي بتحب طبعا. ومثل ما قلتوا يعني جزئية أنه هي حتكون مكب يعني كل شيء منتهي صلاحيته، ما حدا بده يستخدمه حيروح لهنيك، بس في ناس لسه قادران تستفاد من هذا الموضوع. هذا السوق صراحة شريان وهام شمال سوريا، ما فيها كثير تفاصيل اذا بتحبوا تطلعوا عليها وحتى اي حدا عم يشوفنا لانه هيك بيعرف تفاصيل اكثر عن الموضوع وشو هي ابرز المواد اللي عم يتم شرائها. حتى نبقى في موقعنا، وكتب باسل محمد: تأتي اسطنبول في مقدمة الولايات التركية التي يعيش فيها اللاجئون السوريون منذ نزوحهم إليها، إذ بلغ عددهم أكثر من نصف مليون بحسب آخر إحصائية لرئاسة الهجرة لعام 2023. وبحسب رئاسة الهجرة فإن هؤلاء اللاجئين حصلوا على بطاقة الحماية المؤقتة الصادرة عن المدينة، والتي أوقفت الحكومة التركية منحها للاجئين الجدد مع بداية عام 2019. المراقب لأعداد السوريين وانتشارهم في المدينة يرى أن أعدادهم كبيرة، وهذا ما تكشفه الحملات التي تنظمها السلطات التركية ضد الأجانب المخالفين في المدينة بشكل عام والسوريين منهم بشكل خاص، إلا أن كثيرا من المخالفين متمسكون باسطنبول لأسباب اقتصادية واجتماعية أهمها كثرة تجمعات السوريين وانتشار مطاعمهم ومقاهيهم في المدينة أو وجود الأقارب. صحيح 100%. بصراحة
في عدد كبير من المخالفين غير الإحصائيات الرسمية اللي عم تنتشر، والسبب مثل ما ذكرتي هو اليد العاملة إنه بحاجة عمل، يعني الوضع الاقتصادي أفضل، يمكن في فرص عمل باسطنبول غير ولايات أخرى، بس يمكن إذا جيتي قارنتيها بغلاء الأسعار غلاء البيوت فبتطلع هي واحدة على فكرة. إذا جيت قارنتها بالترحيل فبيطلع خسرانين بوجودهم هون، يعني رغم خطورة وجود المخالفين باسطنبول وحياتهم اللي شبه سرية نوعا ما، بيطلعوا بأوقات محددة ويرجعوا بأوقات محددة، الدوريات منتشرة بكل مكان على أبواب المترويات المواصلات، فصعب كتير أنك تكون مخالف كسوري تحديدا مخالف اسطنبول اليوم. بس لسه فكرة أنه اسطنبول وسحرة لهي المدينة أيضا يضاف إلى الأسباب اللي بتخلي الناس تقعد فيها، ولما بتعيش باسطنبول أو بترجع اسطنبول بترجع على أي ولاية أخرى تركية بتحس بالفقد. يعني اسطنبول مدينة حية خاصة لعمر الشباب، ومعظم اللاجئين بتركيا هن الشباب. فأورفا مثلا بتنام الساعة 8 المساء حسب صح. الأصدقاء عندب نفس الشيء. اسطنبول الوحيدة اللي بيحسوا فيها أنه هن قادرين أنه فيها شيء بيشبه بلدنا، بعدين عملوا هن أساساً بعدة مناطق السوريين أحيوة، يعني صح. صرنا نعرف في مناطق معينة اللي بيكون فيها تجمعات سورية إذا مننزل 3 أو 4 الصبح رح نلاقي في محلات فاتحة وفي رجل اليوم بالشارع. فيعني هي من أهم الأسباب، بس صراحة يعني لا تستحق أنه المخاطرة المخاطرة أكيد. يعني هذا حياة صحيح مستقبل. يعني أكيد ما فينا نلوم أي حدا، بس أنه تكون الحياة كلها مؤسسة على مخاطرة بسبب هاي التفاصيل لا، بدنا نراجع حساباتنا أكيد. شوي وكل واحد يرجع ولايته يا شباب. نبقى في موقعنا وضمن الأخبار الفنية، قال المدير التنفيذي لشركة قبنض أيهم قبنض إنهم مستمرون في إنتاج أجزاء جديدة من مسلسل باب الحارة حتى يصل إلى زمن سيارات تسلا، وأضاف في مقابلة مع قناة الظفرة الإماراتية أن المسلسل سيستمر حتى زمن استخدام الموبايلات، وقد تشاهد الممثلين يستخدمون سيارات تسلا الكهربائية، معتبرا أن العمل أصبح ترند عربي ويجب أن يستمر. وتحدث قبنض عن سر طائرة الببجي التي ظهرت في الحلقة الأولى من مسلسل باب الحارة الجزء 10، مشيرا إلى أن هوسه في اللعبة دفعه للاقتراح على المخرج باستخدامها لقتل بعض شخصيات العمل، واعترف أن إنتاج الجزء 10 من العمل كان تحديا بالنسبة لهم بعد أن رفض العديد من الفنانين المشاركين فيه سابقا الاستمرار بشخصياتهم. لذلك قررت الشركة إنهاء أدوار الفنانين الذين لا يرغبون في المشاركة عبر مشهد يبدأ بقصف مدفعي فرنسي على الحارة يؤدي إلى موت الفنانين الذين لم يرغبوا في إكمال أدوارهم. صراحة أنا وللأسف حضرت هذا المشهد. عن جد؟ والله. يعني ما ضل شيء خلاص. فعلاً هو بيبدأ المشهد بقصف الحارة، الكل بيموت. مين ما تبقى أمزكي. وبيبدأ بقى حياة جديدة. أمزكي وأبورا. هذول اللي بيبقوا بالجزء العاشر. وعن شخصيات جديدة وحيوات جديدة. الكاتب بيكون مين ما وقع يا شباب، ورجونا العقود ما وقع يلا ما تصف أطلمان. بس أنه من كلامه هي كشركة إنتاج دائما عليها إشارات استفهام، ودائما في تصريحات بتكون نارية صراحة وتثير الجدل. بس الفكرة أنه قديه الفن أو الدراما على قد ما هي رسالة وعقد ما هي نحن في عنا مسلسلات سورية معلمة بذاكرتنا صحيح. فصول 4 أحلام كبيرة، الغفران في رسائل كثير حلوة، مثل الراحل حاتم علي اشتغل بهي الدراما. اليوم في حدا جاء عباله يطلع طيارة الببجي، يطلع طيارة الببجي لأنه هو بيحبها فطلع بباب الحارة صحيح. يعني في شيء صراحة يعني قلة قيمة وقلة هيبة فظيعة بالموضوع. بس ولا هو حيستمر العمل، شكلك مستمتع بالمشهد انت لا هو انا صدمت بصراحة بعد ما شفتوا لهالمشهد ما عدت تابعت، لانه خلص يعني انه كل الممثلين اللي انت متعودة عليهم والقصة خلصت. بس الفكرة انه طالما هو عم يربح فحيضل مستمر صح. هلا احنا ما بنعرف مرغوب تماما حتى لو ما فينا بس نمشي ورا العالم شو مرغوبين، لانه في اشياء كثير مضره بالنفسيه وبالصحه وبالدماغ مرغوبه. يعني احنا معتمدين على الرغبه. باب الحاره حقق نجاح جماهيري كبير شئنا ام ابينا، بس انه ولو ببجي
تسلا. اي بس لا صارت القصه اليوم انه هو عم يعتمد على نجاح الاسم. صح. يعني اذا لا الفنانين ولا الشخصيات صارت موجوده خلص هو على النجاح بالاجزاء الاولى وعم يعتمد عليه. بس هو مثل ما قال الحق معه ترند، يعني هو المسلسل ترند وللاسف رح يتم استغلاله اكثر من هيك، بس ما بظن يطول بقى. اذا بلشنا بالببجي بكره كاندي كراش وهيك قصص ما بقى يمشي. سعاد ماسكه الكاندي كراش خلص راحت القصة. إلى صحيفة عنب بلدي مادة بعنوان دعم التصنيع يرفع ثمن الأدوية المستوردة في إدلب. شهدت أسعار الأدوية في إدلب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، تراوحت نسب الارتفاع بين 30 و50%، ما أثقل كاهل المرضى ودفعهم إلى الاستدانة أو اللجوء إلى بدائل ذات كلفة أقل. صيادلة أوضحوا لعنب بلدي أن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام لا يؤثر على سعر الأدوية في إدلب لكونهم يشترونها من تلك المناطق بالدولار الأمريكي، مرجعين سبب الارتفاع إلى انتهاز حكومة الإنقاذ الفرصة، إذ رفعت سعر المستورد بدورها بهدف دعم المنتج الدوائي المصنع في إدلب. ومن جهته قال مدير مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الدكتور قاسم ألوهو إن وزارة الصحة في حكومة النظام رفعت أسعار الأدوية في مناطق سيطرتها بنسبة تتراوح بين 70 و100%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الشمال السوري. يعني نسبة كتير عالية، ما بعرف قديه الربط. ضعف يعني تقريبا صار ضعف. تماما صح. هلأ هون الفكرة أنه سعر الدواء عالميا ارتفع بكل مكان، يعني عم نشوف نحن حتى بتركيا بتركيا صحيح. بلبنان بكل مكان سعر الدواء ارتفع. من ناحية يعني لما بدنا ندعم منتج محلي بندعمه بتمويله، بندعمه بإجراء أبحاث أكثر، بدعم معامله، بس مو بأنه نرفع سعر المستورد، لأنه هي السياسة ربما تنجح بأيام الرخاء. اليوم الناس بحاجة، فلا يمكن الضغط عليهم لشراء المنتج المحلي. إذا هو بحاجة لشراء منتج أجنبي المفروض نقدم له تسهيلات، ونحن مالنا بأيام رخاء وعم نلعب اقتصاد. وبعدين المشكلة الأكبر أنه أغلب الدول اللي كان في أوروبا، في تركيا، في كل مكان هناك تأمين صحي. بسوريا ما سمعت أنا عن التأمين الصحي أبدا، يعني الدواء غير مدعوم من ناحية أنه إذا الإنسان وصل لعمر معين أنه نأمن له هذا الدواء على الأقل. وتحديدا اليوم سوريا بحالة طوارئ صار لها 50 سنة، بس لما 12 سنة في حرب. وبالشمال السوري نحن عندنا مرضى أمراض مزمنة، عندنا حوامل، عندنا أشخاص ما بيقدروا يعيشوا من دون دواء. حتى الأطفال اليوم الالتهابات المنتشرة، الفيروسات كلها بدها أدوية. وللأسف نحن عم نحكي بفواتير أو رشتات عم تنصرف 260 ليرة تركي بالشمال أو 300 ليرة، وهذا مبلغ أبدا ما هو قليل، لأنه المياومة ما عم تتجاوز 100 ليرة. فالشخص بده يشتغل 3 أيام لحتى يجيب علبتين علبة التهاب ودواء مسكن، فغير منطقي أبدا. وأكيد حكومة الإنقاذ مسؤولة عن مراجعة قرارها ربما طبعا، وسياسة الأدوية بشكل خاص. إلى ملف فلسطين، وفي عربي بوست شارك العشرات من المتضامنين مع القضية الفلسطينية في جنوب إفريقيا أمس الأحد في استقبال حافل للفريق القانوني لجنوب إفريقيا بعد عودته من محكمة العدل الدولية. ويعتبر هؤلاء المواطنون فلسطين قضية ملازمة لبلدهم. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع العشرات من المناصرين للقضية الفلسطينية في جنوب إفريقيا في بهو الاستقبال بمطار جوهانسبرغ، وخصصت لهم استقبال الأبطال. وحمل المستقبلون الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب إفريقيا ورددوا عددا من الشعارات المناصرة لفلسطين والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ومن أبرزها شعار فلسطين حرة. من جانبه عبر الفريق القانوني عن تفاؤله بالفوز بالقضية ضد إسرائيل وتحميل الأخيرة مسؤولية ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 100 على التوالي. طبعا خطوة ستترح لجنوب صحيح. أفريقيا خطوة رممت بعض الجراح، وهذا التخاذل اللي عم نشوفه تجاه الفلسطينيين وموتهم لليوم 101 على التوالي، وكأنه سنوات مروا علينا. طبعا هذا الخبر وغيره هو تذكير بأن هذا الملف ما زال مفتوح، ما زلنا ضمن هذه
القضية، ما زلنا يعني لم تستقر حياة أحد حتى الآن 100% بسبب ما يحصل في غزة، وإن حاولنا فعلا بتحسي حياتنا متوقفة. صحيح صحيح. فهذه الخطوة القانونية أكيد متابعينا عن كثب، ونتمنى أن تصل إلى شيء لم يصل إليه العرب للأسف سابقا، وهذه الدولة الوحيدة اللي قالت لا في وجه إسرائيل قانونيا على الأقل، بما أنه غيرها لم يستطع حتى الآن إرسال مساعدات أو أنينة مي تعبر من المعابر العربية. فهذه كانت جولة الصحافة، بدي أشكرك أيها، شكرا لك، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، أبقاكم بالعلم.